أن العامل المسلم الذي يعمل في البلاد الغربية في المعمل الذي ينتج منه المسكرات، ما حكم الشرع فيه؟ هل يستمر في عمله أو ينتهي؟ لا يجوز أن يعمل في معمل ينتج الخمر، لأن هذا من عاصري الخمر المعينين على نشرها وعلى شربها، فلا يجوز له أن يبقى في هذا المعمل، وإنما يطلب عملا مباحا حتى يكون رزقه حلالا وكسبه طيبا.